يسعد صباحكم ونعاد عليكم وعلى اهلكم بالخير والصحة والسلامة. هاي الترجمة كلها الكاملة. من الاخر عيد مبارك وكل عام وانتم بألف خير. شو رأيكم؟ حلوة حلوة. هاي مريومة اولد عمي هون عم بشوفوني انا وعم بصور، قال عجبته المقدمة. شو بتحبوا تقولوا يا صبايا؟ هيدي اختي فطومة وهودي ولد عمي هون. شو بتحبوا تقولوا؟ وكنش تعايدوا العالم، معايب عليكم. ويسعد صباحكم بنهار جديد من ضيعتي من النبي شايد. حبيت هون فرجيكم على حديقة أمي، حديقة الأزهار وراي. أمي بتحب الورد وخاصة من البيت، فليكو حلوين صراحة. طيب العيد هو شو؟ العيد هو عبارة عن احتفال فيكم تقولوا اللي هو بيخلص بعد شهر رمضان. فالعالم النهار اللي دغري بعد رمضان، شهر رمضان مبارك، بيعملوا العيد. هيدا العيد العالم بيحتفلوا فيه بما انه صاروا يفطروا كذا. بالعيد شو بيصير؟ بيروحوا العالم بيزوروا اقربائهم، بيقولوا له صلة الرحم، او بيروحوا على شي محل يعني هيك بكذروا الاولاد سياحة، واكثر شي بيروحوا عند بد جدهم بيجتمعوا، يعني بتجتمع العائلة كلها وبيعايضوا بعض وهيك تهاني وتبريكات. واكيد ما بدناش ننسى انه الصبح بيكون في صلاة العيد، شي الساعة 7 تقريبا بيروحوا العالم على النبي وبيصلوا صلاة العيد. بدي اوسه. نحن هلا وصلنا عند بد جد التنيان ولعرفكم على اولاد خالي. عنا هون صلوحه وهون كيكي. وبقى سلام، قولوا لهم سلام. يلا احكي لشو. رمضان كريم، ينعاد عليكم. انا صالح. وكمان اللي ما بيشترك بالقناة بكون محضر فرد ومقوسكم. اوه بدك تقوسهم؟ ايه. طب حرام، كلهم بيشتركوا اكيد. ايه. وانا عم بشترك بالقناة، عم بعملكم. اشتركوا مثل صلوا على ما يقوسكم. ها. عيادوك عم يلعب بالمصاري صلوا. قديش معايدينك؟ فرجين. قديش بيطلع؟ كتار؟ 37. والله؟ طيب يلا وانا هلا لعيدك. هلا كمان في كثير شغله بالعيد هي مميزه انه الكبار بيعايدوا الصغار مثل الاولاد الصغار، فبتلاقوا كل واحد كل ما حدا كبير يعيد الصغار بيعطيه كمان مصاري مبلغ من المال. يعني اول بيعطيه 1000 اول 5000 حسب، يعني كل واحد عوضه. مرحبا. هاي انا كيكي، سوي بقالكم. وليه زي على الكاميرا زي. ايه ايه ده الفرد اللي بيقوزكم فيه اذا ما بتشتركوا بالقناة. هلا اشتركوا وعملوا شو؟ لايك. لايك يعني هيك وشير وكومنت. انت عم تعمل لايك؟ اذا ما بتعمل انا بدي اقوز. عم بعمل لايك. ايه برافو. كمان هي بدها تقوزكم. اذا ما بتشتركوا قناتي اعملوا لايك. احلى ما تقوزكم كيكي وصلوها. اشتركوا بالقناة. وهلا بعد ما خلصنا الزيارات وكل شيء حكيت مع رفقاتي ولح نروح نتغدى سوا. نشوف لنا هون شي مطعم نروح ناكل لانه تاخر الوقت وبعدنا محتارين كلنا شو بدنا نعمل. رح نروح نتغدى هون مش تبكين الشباب. شباب مع مين على الانين؟ هلا نحن صرنا على الطريق وفيت سكير بالبلد فممنوع نطلع، بس انا شايف الحركه طبيعيه ورايحين يعني لنشوف اذا كمشونا كمشونا، ما كمشونا بيكونوا ما كمشونا. الشباب معي بيقعدوا بنقعد لنهارين بالحاصة. قديش بنقعد اذا كنا شو؟ بندفع 100,000 او بنقعد نص ساعة او اتصال بيمشي الحال يعني واصل. هلا وصلنا على محل تركي دلوني عليه الشباب ببيع شاورما تركية ببريتيل،
فهلا حجربه وفيكم تقولوا مثل اللي حنعمل مقارنه مع هذا الجرار اللي جربته بالمانيا واللي هلا حجربه، فان شاء الله تكون طيبه يعني. جبنا الشاورما ورح نبلش عملية التجربة طبعا حقها 17,000 على الليرة الجديدة، يعني قديش الدولار اليوم 12,000 تقريبا. المهم حق 17,000 المطعم هذا ببريتيل مثل ما قلت لكم، وهلا حنجرب لنشوف اذا طعمتها منيحة ولا وبنصحكم فيها ولا لا. وطبعا عم ناكل بالسيارة لانه نوع حدا ياكل جوا، اصلا هو ما عندوش كتير محل، فرح ناكلها هون بسرعة ونفرجيكم التجربة. هلا الكعكة بتشوفوها مش مثل تاع ألمانيا، جاي يعني كعكة مثل خاصة فيه لأنه تاع هي الأساسية غير هيك، وحنضوها هلا يعني. طيب الصوص، الصوص فيها كتير طيبة، وهي مش لحمة طالبيها لحمة دجاج، بس ما عندوش غير دجاج بس. لا طيب، وحبة البركة فيها، فيها حبة البركة طالعة كتير طيبة ومطيبتها، والصوص مثل ما قلت لكم، وحتى الدجاج طالع طيب. مثل ما قلت لكم طيبة كتير وبنصح تذوقوها، بس اكيد مش مثل تاع ألمانيا، مش مثل اللي جربتها، اللي جربتها هاي اطيب من اللي جربتها، بس بنصحكم تجربوها. يعني اول محل شو اسمه؟ خويجة. خويجة موجود ببريتير كتير معروف، بيقولوا الشباب انه هم معروف بالمنطقة، وصراحة اسم الله عنده عجقة يعني ليكون هونيك. وكمان ما انطرناش كتير مثل هونيك بالمانيا نطرناش في ساعتين. وينك يا محمد؟ كل الطول مش مبين. طيب هلا خلصنا، كانت عن جد طيبة، في صنفها هون أطيب واحدة بلبنان، لأنه بعد ما جربت الدنر التركي ببيروت صراحة مش زيادة يعني اسمع الفاضي. يا شباب بدنا نودعهم. باي باي، يلا بنشوفكم بالفيديو الثاني إن شاء الله، سلام.